اهلا بكل مشاهدينا من جديد. اتكلمنا مع حضراتكم في بدايه البرنامج عن السوشيال ميديا وخطورتها على الاطفال، الطريقه الصحيحه اللي نقدر بيها نقوم سلوك الاطفال اللي بيتاثروا بالمحتوى اللي موجود على السوشيال ميديا. ايه اللي ممكن يخلي الولاد عندهم اضطراب سلوكي؟ ايه اللي ممكن يخلي الولاد يركزوا قوي انهم يبقوا قاعدين ورا شاشه وما يردوش يقعدوا معانا؟ ايه اللي يخليهم مش عايزين يتكلموا مع حد وعايزين يتكلموا بس من خلال الشاتنج؟ خلينا نعرف تفاصيل اكتر مع ضيفنا اللي منورنا في الاستوديو، الدكتور عمرو سليمان، استشاري الطب النفسي. صباح الخير عليك يا دكتور، اهلا وسهلا. صباح النور يا مان. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير يا مان. القصه ايه؟ ليه الولاد مش عايزين يتكلموا معانا وعايزين يتكلموا بس من خلال زراير بيدوسوا عليها على التليفون او تاتش سكرين وخلاص؟ السوشيال ميديا او السكرين هي مور اتراكتيف او بتجذب الطفل عن الحياه الواقعيه، بتجذب الكبير حتى. عقلنا البشري وظيفه الانتباه فيه قائمه على انه يبقى فيه مثير بيشد انتباهنا اكتر من مثير تاني. انا ممكن ما كنتش بمثل لطفلي نوع من الاتراكشن او نوع من الانجذاب اكتر من الشاشه. الشاشه بتقدم له محتوى متنوع، المحتوى المتنوع ده بيخليه اكثر التصاقا بيها. خلينا نتفق على حاجه، السوشيال ميديا ما اقدرش اقول ان كلها خطر، ولكن القعده قدامها او المغالاه او ان انا اسيب طفلي مع الشاشة أي مكان بقى نوع اللي هيعمله إيه، إيفن حتى لو كان بيلعب، خطورة إنه يبقى مغالى في وقته إنه قاعد طول الوقت مرتبط بيها عالي جدا. وعشان كده ابنك وهو بينمو مخه بينمو طبقا للمدخلات اللي المدخلات دي أنا اللي مسؤول فيها، أنا مسؤول عنها. أنا مسؤول عنها. وعشان كده حتى جوجل عملت كيدز لمراقبة أداء الأطفال أو فاميلي، عشان أنا بقى قادر أراقب المحتوى اللي أولادي هيتعرضوا له. ما بيردوش. ما هو ما فيش حاجة اسمها ما بيردوش. التربية، أخلي بالي من حاجة بس يمكن أنا كنت لسه بقولها النهاردة صباحا في حوار مع زميلي. احنا في حاجة عندنا في الطب النفسي تسمى بالإبيجيناتكس، وهي الجينات التي نورثها لأطفالنا النفسية اللي بنحطها لأطفالنا في الدي ان ايه بتاعهم. حتى المواقف اللي فيها صدمات حياتية احنا بنورثها لولادنا، وطبقا لطريقة التربية اما الجينات دي يتم تفعيلها او لا. على فكرة اذا طريقتي أنا في التربية هي الحاكمة في فكرة التعامل مع السكرين. السوشيال ميديا خطر إن كانت من غير تحكم، إن كانت من غير إشراف من الأسرة. طب إزاي وإذا كنت أنا يعني أنا كولي أمر، أنا كأب كأم قاعدين إحنا أصلاً على السوشيال ميديا، فإزاي إزاي هدي بقى؟ هقدر أدي ملاحظات، هبتدي أقوم سلوك، هبتدي أمنع لفترات وأسيب فترات، إزاي هقدر أعمل ده؟ أولاً احنا كنا فاقدين لفكرة التواصل الاجتماعي. هقول مثال كده حصل من كوفيد، ودي كنا بندرسها عالميا. في كوفيد اللي حصل ان احنا قعدنا في البيوت قدام بعض، فجأة اكتشفنا بعض. ده حقيقي. فجأة انا فجأة حركة الحياة السريعة جدا دي توقفت وقعدنا في وش بعض، احنا وعيالنا في وش بعض. فكانت إشكالية كبيرة، لأن لا احنا عارفين احنا بنحب ايه ولا بنكره ايه، ولا احنا عارفين احنا ايه اللي بيجمعنا وايه اللي بيفرق، مش عارفين اي حاجة. جميل. وابتدت الناس في هذا التوقيت عالميا، على فكرة مش في الدول النامية ولا في الشرق الأوسط ولا في ولا لا خالص، ده عالميا. نبتدي نجيب حاجات نشارك فيها بعض، سواء كانت ألعاب بقى عشان اللوك داون ده الوقت بتاعه يروح، وألعاب تفاعلية أو ألعاب فيها انتراكشن بيننا وبين بعض بقى. تمام. وهنا كان السؤال، هل البشرية نفعها التقدم التكنولوجي العنيف اللي كله شاشات؟ وابتدينا نراجع نفسنا مرة تانية، وبقى يصدر من الجمعيات العالمية في الطب النفسي إرشادات حالية إنه على قد ما تقدروا ارجعوا لطبيعتكم البشرية على الأقل
ساعة في اليوم، احنا مش طالبين اكتر من كده. يعني ايه طبيعتنا البشرية؟ الطبيعة الاجتماعية اللي فيها كلام واخذ ورد. سيب التليفون من الاخر كده، سيب الانسان اجتماعي بطبعه اصلا. وسيب التليفون دي، حتى في اجراءات احنا بنقولها في العلاج الاسري، انه لو سمحتوا تليفوناتكم حطوها وانتوا بتاكلوا، وانتوا بتاكلوا اجتمعوا في الاكل، في غدا، في عشاء، اي مكان، وحطوا تليفوناتكم على جنب. حطوا تليفوناتكم على جنب وانتوا بتناقشوا اي حاجه، لانه ابني بيتعلم اللياقه او انعدامها وانا بكلمه، ببص في تليفوني مش مهتم هو بيقول ايه. صح. في حد تاني غيري هيسمعه بالمناسبه. واحدى محفزات العنف واكتساب العنف من السوشيال ميديا الاهمال الاسري. ده في حد تاني هيسمعه، وكمان زي ما حضرتك قلت ان هو نفسه هو بيكلم حد مش هيبص له، ما هو خلاص ما هو اتعلم اذا كان بابا بيعمل كده. ودي بقى القصه اللي دايما نقولها فيما يخص العلاج الاسري. يعني ايه علاج اسري واحنا عيانين؟ لا، هو في عرفنا اسمه علاج، لانه اعاده تقويم الاسره فيما يخص طريقه التربيه. لا تتخيل انه انا كاب او كام ابني هو بيكلمني وانا غير منتبه ليه، او بنتي بتكلمني وانا غير منتبه ليه، ده شيء لطيف. على قد احس انه مش بحترمه كفايه، مش مهتم بيه كفايه، انا حلقه الوصل بينه وبين ان يثق في العالم. اوكي. انا حلقه الوصل اللي بتوفر له الامان والدعم والاحترام وتقدير قيمته في الدنيا. ومين الحد التاني اللي هيسمع له؟ اقرب حد ليه هيبقى من سنه. هيبقى حد يمثل له اي نوع من الانجذاب. والحد ده مش هيبقى انا، مش هيبقى انا كاب او كام قادر على اعطاء النصيحه لابني او قادر على ارشاده على قد ما اقدر. وده مختلف عن نموذج تاني اللي هو اللي بيحموا اولادهم حمايات زائده عن الحد، بيتدخلوا في حياتهم والكلام ده. بس يعني عشان ده نموذج مؤذي شويه تربويا. لما بتكلم في الطبيعي، كون ان انت النهارده البروجرامينج او برمجه طفلك، لان انت اللي بتحط اول بروجرام، انت اللي بتعمل عامل كده زي هو صفحه بيضه زي الكمبيوتر، اول ما بتنزل له اول سوفت وير عليه. تمام. انا اللي بنزل السوفت وير ده تربويا. طيب عظيم. اتعامل مع الطفل ازاي بالمراحل العمريه المختلفه؟ امتى اديله التليفون يتفرج مثلا على فيديوز على اليوتيوب، وايه نوعيتها؟ امتى اسيب له التليفون يلعب؟ امتى يدخل على مواقع التواصل الاجتماعي؟ من سن كام يبتدي يدخل بحيث ان هو يكون مدرك وواعي؟ اولا من الصغر الولاد بيعرفوا يمسكوا الموبايل، بيعرفوا يمسكوا اي سكرين. خلاص، هي اذا كان بيتحركوا بين الانظمه اصلا بمنتهى السهوله، يتحركوا بين الاي او اس والاندرويد ويتحركوا. يعني لا، اسهل بكتير من لا غير الاطفال. الحيوانات الاليفه بتاعتنا، القطط والكلاب، ليها ابلكيشنز، ليها ابلكيشنز فور تريننج. حط ايديه على على السكرين. انا ما اعرفش. موجوده دلوقتي. تمام. فما بالنا بطفل، ما بالنا بانسان بقى هيبقى اذا كان ده مدرك، فما بالنا بالتصرف الانساني. فابتدي بالراحه. ايه اللي بيشوفه؟ انا بحجم الاكونت بتاعي، انا شخصيا بحجم الاكونت بتاعي لو مسكه، رقم واحد. رقم اتنين، ابقى عامل داونلود لفيديوز هو بيحبها وانا شفتها فمشرف عليها، مش فاتح له اي نوع من انواع الداتا يطلع اي فيديو. ادي رقم اتنين. رقم ثلاثة، الحاجات التعليميه اللي تخلي عقله في تشالنج يا ريت تبقى موجوده. يعني في فيديوهات بيبقى فيها فك وتركيب وحاجة، يعني فيديوهات لطيفه برضه. يعني وده ما يتجاوزش يوميا من ساعه لثلاث ساعات متفرقه. يعني في امهات تلجا لايه؟ للاستسهال. وليه بقول ماما؟ لان ماما هي الاكثر عرضه للطفل، هي اللي موجوده طول الوقت. في استسهال تربوي كده، انه بيستخدم الموبايل كسكاته. مظبوط.
والله غلبانة الأمهات. لا بس غلبانة بجد والله من هو طفل رضيع كمان. يعني فأنا ده توجيه مهم تربوي، إنه الأمومة تحتاج إلى صبر. أنت فوق راسنا. لا 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 خلينا نتفق بس على شوية حاجات، مفيش صبر أكتر من اللي موجود. ما هو دي حقيقة. بس أنا أجي أقول إنه دور 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 ماما مهما كان دور فوق راسنا. مفيش أب يتحمل إنه يجلس مع أطفال الكم ده بالخناق والزعيق، ودورها فوق راسنا من فوق. بس خلي بالك من وقت للتاني اعملي تشتيت لانتباه طفلك عن السكرين. خلي بالك ده جزء تربوي، معلش هتعمليه. لانه ما هو في العصور القديمة كان في حاجات برضو بتاخد انتباهه بعيد عني كأم برضو ما كان فيه. فأنا القصد هنا اني بشد انتباهه ليا، وبستخدم نفسي تربويا كأداة تربية وترويض في الدنيا اني ابعده عن الشاشه شويه. هو حضرتك بس بترجع للعصور القديمه؟ لا يعني مش هنرجع للعصور القديمه قوي، يعني نرجع مثلا 10 سنين 20 سنه ورا لما كنا احنا اطفال، كانت كل المتاح في ايدينا ايه؟ ان احنا بننزل نلعب مع بعض كاطفال. ما كانش في تكنولوجيا، ما كانش الهوم ورك بيتبعت على التليفون، ما كانش الولاد لازم يدخلوا يتعاملوا مع المنصات المختلفه، ما كانش نص السيرش بيتعمل نصه في الكلاس ونصه تاني معمول على اليوتيوب وفي الاخر هم يكتبوا. الولاد دلوقتي مش عايزين يكتبوا، عايزين يبعتوا ايميل وعايزين يبعتوا الهوم ورك او الواجب او ايا كان على الايميل. وانا مش بتكلم في تعليم متميز او دولي، انا بتكلم في ان هو ده المنصات الحكوميه الرسميه. صح. اللي موجوده في وزاره التعليم. الام الله يعينها هي، وانا مش بدافع بس عن امها، انا بتكلم في ان في مستجدات يا دكتور هي اللي حطتنا في هذا، بالذات برضو زي ما حضرتك قلت جائحه كورونا هي اللي خلت الولاد بقوا مجبرين في فتره من الفترات، احنا في ترم كامل على مختلف المستويات التعليم سواء كانت حكوميه او دوليه، كله كان بيتلقى التعليم من خلال التليفونات ومن خلال الانترنت. احنا عايزين نقدم يعني في كلامنا دايما الحلول الواقعيه. انه خلوا بالكم ما تسهوش. ده القصد، لا لاب ولا الام ما تسهوش على قد ما تقدروا. الحياه طاحنه والحياه فيها حاجات كتير، بس ما نسهاش فكره التربيه فكره مقدسه للبشر. حقيقي قضية إني أسهى أو إنه ضغوط الحياة طحناني كأب أو كأم، أنا محتاج الأول أحافظ على صحتي النفسية، لأنه علاقة أطفالي بالسوشيال ميديا قائمة على صحتي النفسية كأب أو كأم. على فكرة أوكي. هي مش قائمة عليه هو كطفل، لأنه مفيش حد متهم في القصة دي. طبعا ده تقدم بيحصل غصب عننا، هيحصل. صحيح. البشرية تواجه هذا التقدم ده انه غصب عنها هيحصل، بس لما نواجهه يبقى عندنا آليات ان نرجع الى فكرة طبائعنا البشرية القائمة على التفاعل، على التفاعل الحسي. صحيح. وابنك زي ما دكتور عمرو كان بيقول، ابنك هو مسؤوليتك انت الشخصية، وزي ما هتعلمه هيتعلم وهيمشي في المجتمع وهيبقى شخص مفيد، وممكن توجهه توجه آخر. دكتور عمرو كمان بينصح حضراتكم ان احنا لو هنسيب التليفون للاطفال لابننا او بنتنا من ساعه لثلاث ساعات ويكونوا كمان متفرقين على مدار اليوم، خد بالك دايما ابنك او بنتك دي الحاجه الوحيده اللي انت بعد ما تخلص مشوارك في الحياه وتكبر دي الحاجه الوحيده اللي انت هتحس ان انت عملت فيها حاجه. احنا بنشكر حضرتك طبعا، شرفتنا ونورتنا دكتور عمرو سليمان استشاري الطب النفسي. شكرا جزيلا ليك يا فندم.